سعاد. ايوه نعم السلام عليكم. نعم يا ستي. الله يكرمك يا شيخ. والله انا عندي ابني عنده 30 سنه وبقالي 4 سنين ما شفتهوش. شفتوش ليه؟ هو ما مسافر؟ شفتهوش والله. هو مسافر؟ لا موجود ساكن بعديها بشويه كده. امال ما بتشوفوش ليه؟ ما ما بيجيلكيش؟ ما بيزوركيش ليه؟ لا ولا في عيد ام ولا في اي عيد ولا في رمضان ولا في اي مناسبه. انت زعلتيه في ايه؟ لا ما زعلتوش، عن زي اي ام بتزعل يعني، بس ما توصلش يعني ان هو يقعد 4 سنين ما يجيش لامه، حتى خلف. وعنده ولاد؟ ايوه وخلف ولد وقال للناس ما تقولوش لامي ان انا خلفت. طب انت ما رحتلوش الا لما خلف كده وتشوف ابنه؟ ده هو عزل من بيته اللي انا عارفاه، يعني هو عزل من بيته اللي انا عارفاه، رحت له بيته لقيته معزل، يعني الجيران فوجئوا ان انا ما اعرفش ان ابني معزل. فانا ما اعرفش حتى بيته، حتى بابا بيقول له هات العنوان عشان مامتك تيجي تشوفك، يقول له لما افكر بعدين بعدين. وعلى أي حال ابنه جاحد وغير بر بأهله، ايوه وسيلقى من أولاده ما فعل مع أهله، لأن ايوه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. والحديث هنا مقصود به الآباء والأمهات، فإذا كان بر الآباء والأمهات نجد برا من أولادنا وعطفا من أولادنا وحنانا من أولادنا. أما إذا قسينا وجحدنا ولم نبر آباءنا وأمهاتنا كان ذلك وبالا علينا، فسيفعل بنا أولادنا ما فعلنا في حياتهم. وأيضا أنتم تقولون كل سلف دين، وبالتالي هذا أيضا سلف ودين سيفعله وسيفعل به إن شاء الله حين يكبر أولاده.